نحتفي بأحد أبرز الشعراء في دولة الإمارات، شاعر ربيع بن ياقوت النعيمي، والذي أمتعنا بروائع شعرية خالدة. يقول قرحت عيني من أبكار، من أبكار من كثر شوق يوازيها، لي عليهم ينهرج ماها ما شفت حد يواسيها. كان ربيع بن ياقوت بحق ربيعا للشعر الشعبي الإماراتي. شاعرنا الله يرحمه ربيع لأنه بسيط ويحب فالشعر قريب قلوب الناس مثل اللي يشرب الماء، فاستحق لقب فاكهة الشعر الإماراتي. الوالد يقول يأينا إلى دار تسامى علومها، وعنها كتبنا في مناشير الإعلام، ذي نعمة عسى الله يدومها. قال قفة وقفت روحي تتبعه. الشيخ زايد ردوا إليش، الشيخ زايد تفاعل مع صحيح مع القصيد. الله يرحم ربيع بن ياقوت، شاعر لا يكرر، وشاعر له مكانة كبيرة في المجتمع الإمارات، وشاعر ترك بصمة أيضا كبيرة في مجتمع الإمارات.